عايزه اروح بقى لنقطه مهمه برضو، وسؤالي ليكم انتوا الاثنين، فكره هنا الدفاع عن النفس، هل في اقبال دلوقتي يعني للرياضه دي تحديدا كمان من اهالي البنات عشان قصه الدفاع عن النفس؟ يعني هل في اهالي بيجوا لك يقولوا لك احنا عايز بنتي تعرف تدافع عن نفسها عشان نطمن عليها؟ بنات وولاد كمان. يعني القصه مش قصه بنات بس بصراحه. يعني انا اغلبيه الناس اللي بتيجي كمان بيبقوا ولاد، ابني شخصيته ضعيفه، ابني ضعيف، ابني بيتضرب، عايز يدافع عن نفسه. وطبعا الاهالي طبعا اللي بيجيبوا البنات عشان يدافعوا عن نفسهم في الشارع طبعا، لان بيبداوا يكبروا بينزلوا لوحدهم، بيختلطوا مع مجتمع، فعايزين برضو يعني ايه يبقى عندهم شخصيه قويه. لان معظم البنات اللي عندي فعلا كانوا جايين شخصيتهم ضعيفه، بس الحمد لله طبعا مع الاستمرار في اللعبه شخصيتهم الحمد لله بقت قويه، يعني ابتدت تتحسن شويه بشويه، لان هي فعلا بتاثر على الشخصيه. لا يعني حتى هو سلمى نفسها بتتكلم. لا سلمى اول لما اشتركت عندي ما كانتش كده خالص، خجوله جدا، واي حد يكلمها تعيط من اقل حاجه. ما كانتش تعرف تتكلم. فشويه شويه لما بدات تدخل في يعني حتى هي دخلت شويه فابتدت تخاف مني، فاللي هو ايه انا عايزه اروح بس خايفه من الكابتن. فبدات شويه شويه تفهم ان انا يعني اذا كنت بوقف مثلا بزعق او ان انا يعني ببقى شديده معاهم، انا شديده معاهم عشان عايزاهم يبقوا كويسين، مش شديده معاهم كغباء، مش كره او كده. لا لا ابتدوا بقى يفهموا ده، خاصه برده بعد ما بتنزل اول حزام اللاعب بينزله، تغيير كحزام من اول درجه مثلا اللي هي الابيض اللي جاي عليها للاصفر، فبيبدا في حافز. فبيحبوا بقى الموضوع، خصوصا بعد بطوله، في بطوله فبيبدا الموضوع يتغير معاهم، الليفل الحافز بيعلى شويه، فبتبدا تخش في المود اكتر. حلوة قوي.